الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أحبائي وعشاق النادي الأهلي خاصة والرياضة اليمنية عامة. طبعا لا يخفيكم أن نحن على مشارف مدينة مأرب، طبعا تابع لبعثة الفريق التي قد وصل. الحمد لله فريقنا وصل، الفريق الأول الحمد لله وصل بسلامة الله إلى مدن. الآن البعثة الإدارية والجهاز الفني والإعلامي، نعم تعرقلنا في الطريق بسبب يعني حصل لنا صيانة ما صيانة، بس في رسالة يقدموها هؤلاء النجوم، نجوم اليمن على رأس الكابتن عادل سامي. إذا كان في رسالة نوجهها للأطراف المتصارعة والمكافة السياسيين تقول لها في أبناء الشعب، والله أنه حرام الذي بيحصل. نعم حرام والله، يعني كنا مسافة الطريق ساعة ونص إلى ساعتين من صنعاء المأرب، الآن لنا 11 ساعة وإحنا في الصحراء، تقول الله فينا حرام. والحمد لله لولا رعاية الله عز وجل والفضل صاحب الدينة. نعم هذا الأخ، هذا الأخ وهذا كابتن جمال القديمي، ما عندك كابتن جمال؟ والله أنا أقول يعني يبي واضح في الصورة. نعم وإن شاء الله يكون خير بعد هذا الفيديو، إن شاء الله ينزلوا ويتفاعلوا معنا، لأنه فعلا إذا في واحد مريض الرياضيين الأمراض ما ذنبهم، يعني ما ذنبهم في هذا الكلام؟ الله يفرج على اليمن ويفرج على فلسطين إن شاء الله. أستاذ سمير كلمة. زي ما تقول الأمر واضح جدا، يعني هذه مناشدة للأخوة السياسيين في كل الأطراف، تقول الله في المواطنين. هذا أكبر جواب وأكبر تساؤل لهم لجميع الأطراف السياسية. كابتن معاذ، وأنا بالحالة هي مش يعني حالات أكثر، يعني الأفراد كيف بيعانوا في هذه الظروف، الناس بتموت في الصحراء، الناس بتموت. إحنا إذا ما نقدنا هذا صاحب الدين، إحنا كنا متنا في الصحراء، ما طلعت علينا السيارة في صحراء مثل هذه. طيب إلى متى تحط طرقات؟ يعني الناس 12 ساعة يا كابتن، 12 ساعة للآن، يعني مرت سنين علينا، الناس تعبت، إلى متى بتسوا في التصارع هذا؟ أيضا رسالتنا لاتحاد كرة القدم، شوفوا لنا محافظة قريبة من جميع الفرق وسفرت. يا منعاه انقذوا الناس الرياضيين، والله حرام، سبقونا وحدة صنعاء وسبقونا نادي من عباق العروبة وأندية أخرى، وكذلك تضامن حضرموت وسيئون عبروا هذا الصحراء، حرام والله انه حرام. شوفوا لنا محافظة يا أخي كل حاجة مزفلتان نلعب فيها. تشكر كابتن عادل، تشكر البعثة الكاملة للنادي الأهلي بصنعاء، محدثكم جمال الخولاني من صحراء الجوف.